مش بس عشان احنا بننافس انديه مغربيه شقيقه، لا، الاعلام الرياضي المصري متشاف بره، متشاف كويس قوي. عشان كده نجوم الكره المصريه ومحلليها عليهم مسؤوليه كبيره جدا في مستوى الظهور، مستوى الاداء، دقه المعلومه. لكن ما ينفعش ابدا واحنا بنتكلم على الاهلي والرجاء، الاهلي والوداد، الاهلي فاز 2-0، لو سالنا اي حد طب الوداد عايز ايه في مصر؟ الاهلي يحتاج كام عشان يصعد؟ والوداد محتاج كام عشان يصعد؟ كابتن جمال عبد الحميد له حسبه ثانيه نشوفها. يعني هو 80% الاهلي والزمالك في النهايه، لان حضرتك عارفه ان الهدف في الارض المنافس بهدفين، وبعدين الزمالك والاهلي من الفرق القويه جدا في افريقيا، فاعتقد ان هو مش هيجي فيهم ثلاث اهداف في ملعبهم. يعني انا عايز اقول لك حاجه، ان الوداد عشان يكسب الاهلي لازم اربع اهداف، والزمالك والرجاء عشان يكسب الزمالك لازم ثلاث اهداف. بص، اختلط الامر على الكابتن جمال، وده ساعات عدم التركيز او يعني ما انما اختلط الامر عليه ازاي؟ هو الجول بيتحسب جولين امتى؟ عند التساوي. يعني انت 2-2، ها؟ يعني مفيش حاجه اسمها الوداد عايز اربعه عشان يكسب. لا، 2-2 ضربات جزاء. طيب لو 3-1 هنا الوداد كسب 3-1، يخش الوداد. ايوه، هنا يتحسب الجول ب2. لما عدد الاجوان ده يتساوي العدد ده يبقى العدد اللي بره الارض هو اللي يرجع. والوداد جاب 3 بس منهم جول هنا وجولين هناك، الوداد هيبقى الثلاث اجوان هنا، يبقى الجول ب2، يبقى يترجع. يعني تفريطة. اعتقد بعد كل المشاركات الافريقيه دي من العجيب ان احنا محتاجين نقول للشباب الصغير ايه القاعده اللي كان دايما كل المعلقين بيرددوها، الجون بيتحسب جولين عند التساوي. يعني اذهب الى انه مش واخد باله، لانه مش معقوله ان ما عندوش المعلومه. يعني